حجازي انت حجازي يعني تتخلى عن يعني تتخلى عن حجازيتك الى دسوقيتك ها مولانا وتركنا بعضهم يموج في بعض يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يموج الله يعني كلمات القرآن روعة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض شنو يعني مثل الموج مختلطين في الله زي موج البحر وفعلا هم يموجون ولا بس تشبيه استعارة في الكلام استعارة تبعية في الشعر اي نعم شبههم بأنهم كموج البحر الله متراكبين متصلين وإنها من الكثرة بقى لأنه الحيوانات محشورة والإنس والجن محشورين ويأجوج ومأجوج فكلهم مختلطين ببعض عصف دور ها وترك يعني ليش الله استغفر الله جاب يموجوا في بعض يعني ما حد منتبه للثاني ها لأن الهول الموقف الموقف اللي جمع الأولين والآخرين عدد لا يحصى ويكون نفخ في الصور ولا لسه؟ قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي ثانية فإذا نفخ فلا أنساب بينهم. دي قضية الأنساب والأحساب مسألة ثانية. ليش؟ إنما هم جمعهم. يعني ما بينفعش نسب في هذا اليوم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل نسب ينقطع إلا نسبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. زين هم مولانا يوم القيامة الشفاعة تحل على مين أول شيء؟ الشفاعة أنواع فيها ناس يخفف عنهم العذاب وناس ترفع درجاتهم في الجنة وناس يخرجون من النار فكل الشفاعة على حسب كل واحد له شفاعة معينة والأعمال بخواتيمها شكرا سيدي.